بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم محاضرتنا الثانية لمادة الذرية. فحتى قبل لا نبدي بها ننطي شوية مراجعة بسيطة للمحاضرة السابقة، حيث المحاضرة هذه هي امتداد وتكملة للمحاضرة الأولى اللي هي اشتقاق معادلة شرودينجر. وعرفنا أنه معادلة شرودينجر أول ما كتبناها بالإحداثيات الكارتيزية بدلالة الـ X والـ Y والـ Z، وشفنا أنه لا يمكن حلها لأنه الـ Potential هو بدلالة الـ R، لذلك تم تحويلها إلى بالإحداثيات بالإحداثيات الكروية اللي هي الـ R والـ Theta والـ Phi. حصلنا من حل المعادلات بعد التبسيطات والاختصارات حصلنا على ثلاث معادلات اللي هي الحصيلة مال محاضرتنا السابقة اللي هي معادلة رقم 12 و13 و14. وعرفنا أنه كل معادلة من هاي المعادلات المهمة جدا حلولها راح تعطينا أعداد الكم اللي هي عدد الـ Principal Quantum Number والـ Orbital Quantum Number والـ Magnetic Quantum Number. وعرفنا أنه هذه المعادلة احنا كلكم ماخذين بمراحل سابقة الأعداد الكم، لكن أصلها أو منين جتي أو كيف حصلنا عليها، فبهذه المحاضرتين هتعرفون بالتفصيل كيف حصلنا على أعداد الكم الرئيسية اللي هي الـ N والـ L والـ ML. إذن معادلة شرودينجر هي in 3 dimension. عرفنا شنو معناه أنه هي in 3 dimension، المعادلة تكون بصيغة X Y Z بالكارتيزية والR وثيتا وفاي بالإحداثيات الكروية. ماشي، فالـ 3 dimension هاي عرفنا. فبالنسبة لمعادلة 12 طبعاً هاي مضللة حتى أنه هي ماخذيها سابقاً بالمحاضرة السابقة، D سكوير الفاي D فاي سكوير زائد ML سكوير الفاي equal 0. هاي المعادلة حلها يتطلب به عدة شروط. الحل مال هذه المعادلة هي معادلة رقم 15 فاي اللي هي دالة الفاي سمول تساوي لنا اي اكسبونيشال اي ام ال، هذه ال مضروبة في فاي. هذه المعادلة الحل مالتها يعني يكون وفق شرط معين. هذا الشرط هو يتعلق بدالة الموجة اللي بساي، وبالتالي احنا قلنا انه البساي هي دالة للار وثيتا وفاي، فاي صفة تنطبق على البساي اذا هي حتكون تنطبق على الار والثيتا وفاي. قلنا من شروط او من خصائص داله الموجه، من خصائص داله الموجه البساي هي يجب ان تكون شنو؟ يجب ان تكون هاف ا سنجل فاليو، يعني تمتلك قيمه واحده في نقطه معينه، تمتلك قيمه واحده في نقطة معينة. وبالتالي أيضا ايش حنكون من نقول على الفاي هيك، معناتها الفاي أيضا تمتلك شنو؟ a single value at a given point in space بالفضاء. إذا هذا الشرط يقودنا إلى حل، إلى حل معين. قبل لا نحكي على هذا الحل حنشوف إنه الفاي بهذه الحالة هي تكون أما تكون قيمتها فاي أو فاي زائد 2 باي، بس هذه باي طلاب، هذه فاي زائد 2 باي موضحة عندكم بالرسم. شنو معناها؟ احنا نعرف انه الفاي طبيعتها شنو؟ الفاي هسه نوضح. الفاي بالنسبة لنا هي عبارة عن، قلنا هي الدالة السمتية، يعني مثلا اذا اتجهت بهذا الاتجاه، اذا مثل ما تباعون على الخط الاحمر، اذا كانت الحركة مالتها بهذا الاتجاه، اذا هذه صارت شنو؟ صارت 2 باي. هاي أول قيمة، يعني من كملة كرة كاملة، نعرف أنه الكرة الكاملة معناتها 2 باي، وممكن أن تضاعف بمقدار في كل دورة 2 باي. عكس الثيتا، الثيتا إذا أريد نوضحها حتى ما نمر عليها مرة اللخ، يعني من أريد أقول لكم الثيتا تفتهمون شنو قصدي من أحكي على الثيتا. الثيتا نباوع على الزد أكسس، إذا سوينا الامتداد هذا خط عدل، زين، إذا سوينا الامتداد فحيكون الثيتا من هذه هي حركة الثيتا، إذا أقصى قيمة إلها شنو؟ باي. إذا الثيتا تبدي من صفر إلى باي، والفاي تبدي من باي اللي هي القيمة أول قيمة إلها
زائد 2 باي، يعني من تكون الفاي قيمتها صفر راح تكون اقل قيمه لها ايش قد؟ 2 باي. اقل قيمه للفاي هي 2 باي، وتتضاعف بمقدار يعني 2 باي 3 باي الى اخره. اوكي، هذه بالنسبه للفاي. اذا ممكن انه الفاي تاخذ قيمه اما هي باي او فاي زائد 2 باي. لذلك ايش راح يكون عندنا المعادله هذه؟ حتكون بهذا الشكل، انه الحل مالتنا حيكون a exponential i m phi m sub phi، يعني m دالة للفاي مضروبة في قيمة الفاي كابتل، أو تساوي لنا فاي زائد 2 باي. نفس الحالة، نفس التعبير، ماشي؟ إذن هذه الحالة شو وقت يتحقق السؤال؟ شو وقت يتحقق عندنا هذا الشرط؟ هذا الشرط اللي إحنا وضعناه شو وقت يتحقق؟ يتحقق بحالة يتعلق بالام ال بقيمة، أو بحالة ممكن أنه نطبقها تتعلق بالام ال. هذه الام ال يجب أن تكون هي تبدأ من صفر وأعداد موجبة وسالبة للأعداد الصحيحة اللي هي plus minus 1 plus a plus minus 1 plus minus 2 plus minus 3 إلى آخره. أوكي، فإذا نرجع معادلة 12، الحل مالتها راح يكون بهذه الصيغة. هذه تتطلب عدة شروط. الشرط الأول يتعلق بالفاي، حيث أن الفاي هي تكون قيمتها أما فاي أو فاي زائد 2 باي، فإذا ممكن أن تكتب بهذه الصيغة أو بالصيغة هذه نفس الشيء. والشرط الآخر شو وقت يتحقق هذا الشرط؟ شرط الفاي عندما تكون الـ ML تأخذ قيم من صفر وأعداد موجبة وسالبة للأعداد الصحيحة. إذا هذه القيم وهذه الـ ML هي ما تسمى بالماجنتيك كوانتم نمبر، اللي هو أول عدد كوانتمي إحنا حصلناه من معادلة شرودنجر لذرة الهيدروجين. أوكي، هسه نرجع للمعادلات الأخرى المهمة اللي قلنا إحنا 12 13 14. نرجع لمعادلة رقم 13، وأيضا هذه عندكم مذكورة بالمحاضرة السابقة، اللي هي تتعلق بأي جزء؟ تتعلق بجزء الثيتا، الجزء الخاص بثيتا. وهاي يعني تلقائيا أنتم من حتباعوا لها حتخمنون أنه أي كوانتم نمبر ممكن أنه نحصل عليه من هذه المعادلة. أوكي، هذه المعادلة معادلة متعددة الحدود ومعقدة، لا يمكن حلها بسهولة إلا إذا افترضنا أنه قيم الـL، قيم الـL يجب أن تكون الأعداد الصحيحة المطلقة للـML. إذن حتكون هذه حل المعادلة المتعددة الحدود، ممكن أنه نحلها لكن تحت شرط معين، اللي هو يجب أن تكون قيمة الـ ML هذه الحد المطلق لقيمة الـ ML. هذا عندنا مثل ما تشوفوا يجب أن يكون صفر، إذا من يكون المطلق معناتها السالب حيروح، إذا يجب أن تكون قيمة الـ L هي قيم الـ ML تحت شرط أنه يكون مطلق، يعني صفر موجب واحد، موجب اثنين، موجب ثلاثة إلى آخره، يعني معناتها الـ L حتاخذ عندنا شنو؟ تاخذ عندنا قيم فقط الموجبة، القيم الموجبة من الـ ML مع الصفر. هذا شرط حل هذه المعادلة، شرط حل هذه المعادلة، والحصول على تبسيط ممكن أنه يفيدنا بمعرفة العدد الكم الآخر اللي هو الأوربيتال كوانتم نمبر اللي هو الـ L. إذن الـ L يساوي كعلاقة بالـ ML يساوي لنا شنو؟ between absolute ML between absolute value. ماشي؟ إذن من معادلة 13 حصلنا على الأوربيتال كوانتم نمبر اللي هو الـ L بشروط معينة. نرجع إلى معادلة رقم 14 اللي هي هسه مثل ما تشوفوها تحتوي على الراديال بارت اللي هو جزء شنو؟ جزء الار. اذا معادله 13 تحتوي على الفاي، معادله 12 العفو، معادله 13 تحتوي على الثيتا، وعرفنا اي نوع من او اي كوانتم نمبر قدرنا نحصل عليه، ومعادله 14 اللي هي الجزء الخاص بالراديال. هذا الجزء شو يحتوي؟ اذا مثل ما تشوفون
يحتوي على الطاقة. أوكي، معادلة 14، وهذه المعادلة اشتقيناها ومعادلات المهمة جدا. هذه تحتوي على جزء الراديال بارت، أوكي، لذرة الهيدروجين. يجب أن تتوفر بدالة الموجة عدة شروط حتى نحصل على حل مناسب لمعادلة رقم 14 وفق شروط معينة. هذه الشروط هي كالآتي: الشرط الأول اللي نباوع عليه هنا عندنا، الشرط الأول هو يجب أن تكون E positive or have one of negative value اللي هو يكون EN. يعني الـ E بصورة عامة يجب أن تكون شنو؟ موجبة. فقط في حالة واحدة تمتلك قيمة سالبة، عندما تكون E of N لN واحد. إحنا نعرف أنه الـ EN هذا اشتقيناه بالكورس الأول إذا تذكروا، هي MEOS 4 في مقسوم على العدد اللي موجود عندكم بالمقام. لكن شنو القيمة سالبة؟ والقيمة السالبة قلنا شنو معناها؟ معناها أنه إذا الإلكترون، هذا تفسير القيمة السالبة، أنه الإلكترون is bound to the atom، يعني الإلكترون مقيد تحت جاذبية شنو يعني الذرة، بحيث الإلكترون هذه بفضل هذه الإشارة السالبة هي يوضح أنه كيف الإلكترون هو ما مرتبط ارتباط مادي، لكن الارتباط اللي عندنا هو ارتباط شحنات جاذبية، هذا اللي يجعل الإلكترون هو محاط بالذرة ويدور حولها في مدارات محددة. ماشي؟ فإذا الـ EN هذه القيمة مالتها وتساوي لنا E1 على N سكوير، إذا صارت الـ E حسب الشرط الأعلى تكون موجبة، حيث أن الـ N تساوي لنا 1 2 3 إلى آخره، ونعرف أنه مستحيل الـ N، ماكو N equal 0. هذه الـ N هي شنو؟ هي الـ principal quantum number، يجب أن تساوي شنو؟ equal must be، هذا شرط مهم يخص الـ N، must be equal to or greater than L زائد واحد، يعني يجب أن تكون قيمة الـ N أما تساوي L زائد واحد أو أكبر. لذلك هي إحنا قلنا الـ L تبدي بصفر، إذا أقل قيمة للـ N شو وقت عندما تكون L equal zero اللي هي الواحد. فمن نباوع الـ N تساوي zero معناتها الـ L، العفو، الـ N تساوي واحد معناتها الـ L تساوي zero. إذا هذا الـ principal quantum number، والـ L عرفنا أنه قيمتها هي تبدي من صفر to N minus واحد. إذا الـ N تبدي من واحد to L زائد واحد، والـ L من صفر to N minus واحد، يعني وحدة عكس اللخ بمقدار واحد، وبالتالي راح نكون عندنا we may tuplate the three quantum numbers N, L و M, L together with their then إذن إذن معناتها شنو معناها؟ معناها إنه إحنا ممكن أن نجدول، هذه ممكن أن نجدول هنالك 3 quantum numbers، هناك ثلاث أعداد كمية اللي هي N, L، هنا هذه M, L مع بعضها حسب العلاقة اللي موجودة عندنا هنا، حيث الـ principal quantum number اللي هو الـ N وهذا ما أخذيه يعني، والـ orbital quantum number يبدأ من 0 to N minus 1، والماجنتيك كوانتم نمبر هذه تاخذ شنو؟ ليش؟ لانه تاخذ اتجاه اعلى واسفل، لذلك حتكون عندنا بلس وماينس. زين، وحتى اذكركم بالام ال يكون شكلها اذا تتذكرون هي كانه تشبه المنقله، بحيث انه ال ال يكون بالمنتصف، هذا شنو؟ هذا الزيرو. إيش قد عدد الخطوط اللي عندنا يحددها قيمة الـ L؟ مثلاً إذا كانت الـ L تساوي واحد، إذن معناته الـ ML هذا الخط الصفري مالتها هذا زيرو، إذن الـ ML إيش حتاخذ؟ حتاخذ عندنا موجب واحد، وحتاخذ عندنا شنو؟ سالب واحد، أوكي؟ وهكذا من تكون الـ L تساوي اثنين وإلى آخره. هذا حتى يكون عندنا توضيح للـ ML. ليش؟ لأن هاي تمثل لنا direction of L، الـ ML هي اتجاه حركة الـ L أو حركة المدار. إذن من الاشتقاقات والحلول السابقة ممكن
انه نكتب لبساي اللي احنا كتبناها سابقا بدلالة R theta phi، ممكن انه نكتبها بدلالة اخرى اللي هي بدلالة ايضا R وثيتا وفاي. هاي المعادلة جدا مهمة، اتمنى انه تخلوها بنظر الاعتبار. بساي هي R دالة للR والثيتا والفاي، هذا شيء منتهي من عنده. من الR ايش نقدر نحصل؟ اي quantum numbers نقدر نحصل على ال N والL، ومن الثيتا نقدر نحصل على الL والML، ومن الفاي حنحصل على الML only. هذا أهم ما في يتعلق باللبساي، وما يمكن أنه من دالة الموجة ومعادلة شرودينجر كيف أنه إحنا حصلنا على الquantum numbers وكيفية استخراجه. أوكي، هسا نجي لموضوع هو جزء من موضوعنا اللي هو الكوانتم نمبر، لكن quantization of angular momentum magnitude. للمعلومات احنا الكوانتازيشن مو فقط للانجولار مومنتم، حتى للبرنسيبل كوانتم نمبر، لكنه يعني ما ذكرته لانه تفاصيله ما بها فد شيء، يعني ممكن انه تقدرون تستفيدون من عدها بالاشتقاقات اللاحقه. فحتى انوه عن انه عمليه الكوانتازيشن شنو معناها. الكوانتازيشن تعني انه لكل مستوي هو مفصول ومستقل عن المستوي الاخر، والمسافه من ناحيه المسافه من ناحيه الطاقه، يعني لكل مستوي من المستويات المداريه للذره تحتوي على مجموعه معينه من الالكترونات، تحتوي على طاقه لهذا المدار، والالكترونات هذه تحتوي على طاقه، لكل الكترون الى طاقه تمكن انه يبقى مستقر في هذا المدار بدون ان ينتقل، سواء كان يرتفع ionization او excitation او انه ينطلق ويتحرر من الذره. هذا كله نتحكم به بمبدا الكوانتازيشن. هذا بالكلاسيكال اتوميك فيزيكس مش عن موجود، لا، انه الذره ممكن انه تتحرك وتتواجد، الالكترون يتواجد باي مستوى معين، ممكن انه ينتقل يصعد للمستويات العليا او ينزل ولاي مستوى كان. لا، مبدا الكوانتازيشن هو عمليه تكميم. تكميم يعني شنو؟ معناها انه يمتلك طاقه معينه ممكن ان يتواجد بمستوى معين، وليس من حق الالكترون ان يتواجد او ينتقل بمستوى اخر الا وفق شروط معينه تتعلق بالطاقه والسرعه والزخم والى اخره. نرجع لمعادله رقم 14 حتى نفتهم اكثر موضوع الكوانتازيشن. نباو على معادله رقم 14 اللي هي تحتوي على الراديال وتحتوي على الطاقه وتحتوي على ال، وهي يعني معادله رقم 14 ممكن انه نعتبرها هي معادله شامله للمعادلات السابقه اللي هي تضم مجموعه كبيره من البارامترات اللي هي هسه عندنا اهمها اللي هي الطاقه. نباو على الطاقه بمعادله رقم 14، نشوف انه هذه الطاقه هي تمثل لنا total energy of electron. We note the presence of E اللي هي total electron energy اللي هي نفس الشيء total energy of electron اللي هي الطاقه الكليه للالكترون في هذه المعادله. هذه الطاقه ايش تحتوي؟ من نقول total energy معناتها طاقه حركيه زائد طاقه كامنه. اوكي، اذا الطاقة الحركية هذه إذا هي تحتوي على الانرجي كاينتيك انرجي اوف اوربيتال موشن، تحتوي على الطاقة الحركية لحركة الاوربيتال. هذه الكاينتيك انرجي تتمثل بالكاينتيك انرجي اوف راديال والكاينتيك انرجي اوف اوربيتال. شنو الكاينتيك انرجي اوف راديال؟ هذه ديو تو اللي هي ناتجة من اتس موشن توورد اور اواي فروم نيوكليوس. كاينتيك انرجي اوف راديال يعني ناتجه من حركه بعيد او قريب من النواه. يعني شلون دوران الالكترون ضمن نصف قطر معين بعيد او قريب منين؟ من النواه. اما كاينتيك انرجي اوف اوربيتال
فهي ناتجه من الموشن around the nucleus. اذا هي ناتجه من الدوران او الحركه الدورانيه حول النواه. اذا هذه بالنسبه للكاينتيك انرجي اوف اوربيتال. واليو هذه طبعا هي نفسها الفي تساوي لنا ماينس اي سكوير على 4 باي ابسلون نوت ار. اذا الاي توتال ممكن الاي توتال او الكاينتيك انرجي هي عباره عن كاينتيك انرجي اوف راديال وللاوربيتال زائد البوتنشال انرجي. زين احنا نعرف انه البوتنشال انرجي اللي هو هذا طبعا مع الاشاره السالبه يمثل لنا اليو كابيتال او الفي. ممكن انه نكتبها ممكن انه نقول عليها انه هي في، احنا اخذناها في. هذه فقط نعوضها، نزلت لنا المعادله بهذا الشكل، صارت عندنا الاي مثل ما تشوفوها اللي هي نفسها هذه الاي واللي نفسها الاي بيمن بالمعادله رقم 14. ماشي. هسه نرجع نعوض هذه المعادله، رقم 18 نعوضها بمعادله 14 بمكان الاي، هذه نعوضها بمكان الاي، حنحصل على المعادله التاليه كاينتيك انرجي. هسه حنباوع بس حتى نرجع، هذه الاي سكوير هي بالاصل موجود، فاذا عوضنا عن هذه الاي فاذا واحد لغى الثاني. اوكي، هذا الاي سكوير موجود اصل المعادله، من عوضنا عن الاي بمعادله 18 هنا عندنا الاشاره ماينس، فاذا واحد لغى الثاني. اوكي، فايش بقى عندنا؟ كاينتيك انرجي راديال زائد اوربيتال ماينس هذه القيمه. اوكي، نجي و حتى ما نرجع بعد معادله رقم 14 نباوع على 2 ام اتش بار سكوير. اي هاي الاي سكوير راحت، هنا صار شنو مكان الاي؟ هذه كاينتيك انرجي راديال زائد كاينتيك انرجي اوف اوربيتال ماينس ال ماينس هذا المقدار، الكل مضروب في ار يكول زيرو. هذا الجزء هسه نباوع عليه اللي هو هذا. حتباوعون تقولون هاي منين جتي اتش بار سكوير على 2 ام ار سكوير اللي هي هذه؟ شلون جتي؟ هذه ال 2 ام مضروبه داخله فقط على هذا القوس، داخله فقط على القوس اللي يتعلق به من بالاي، هذا داخله فقط على هذا القوس اللي يتعلق بالاي. فحتى ندخل هذا وياها شو نسوي؟ نضرب هذه المعادله بالمعكوس مات هذه كانه ما سوينا شيء. اتش بار سكوير على 2 ام ار سكوير، هنا خلينا اتش بار سكوير يعني المعكوس مال هذا، هذا هنا صار وهذا عندنا دخل مع هذا المعادله ودخلت ايضا على هاي المعادله، كانه هذا العامله شنو؟ هذا القوس كله عاملناه كانه هو قوس واحد. الكل مضروب في R، الكل مضروب عندنا في R. فإذا فقط دخلنا الـ 2M على H bar square على الجزء اللي يخص الطاقة، ودخلنا أيضا معكوسها أو العفو مقلوبها اللي هي H bar square على 2M على هذا القوس، ما سوينا شيء يعني جديد. فإذا صارت عندنا المعادلة بهذا الشكل. أوكي، صارت عندنا معادلة رقم 19. إذن if the last two terms in the square brackets of this equation, last two term هذا السكوير براكيت يعني يقصد به منه؟ يقصد به هذا السكوير براكيت. يقول آخر معادلتين إذا وحدة last two term اللي هو هذا وهذا cancel each other out، يعني واحدة من عندهم شنو؟ كنسل اللخ، أم الأوربيتال حتكنسل لنا هذا. شنو معناها من نقول هذا تساوي هذا؟ معناته إذا كان هذا قيمته هو X فالثاني شنو؟ يكون minus X. إذا X minus X equal zero، شنو معناها؟ معناها نقدر نقول إنه X تساوي X، حتى يكون أكثر وضوح x1 minus x2 تساوي 0. شنو معناها؟ معناته x1 تساوي x2. إذا هذا x1 وهذا x2 معناته kinetic energy of orbital راح تساوينا هذه القيمة.
اللي هي هسه حنعرفها حنشوفها بالشرح القادم. الكاينتيك انرجي اوف اوربيتال يساوينا هاي هنا مكتوب عندكم معادلة رقم 20. هذا ليش؟ لانه واحد يكنسل الثاني. اذا ايش راح نحصل؟ نحصل على الديفرنشال ايكويشن فور ار ذات انفولفز فانكشن اوف راديوس فيكتور ار فقط. يعني معناتها هذا حيتكنسل ويا هذا، ايش حيبقى لنا؟ حيبقى لنا فقط جزء الراديال. ده يقول انه هذه المعادله اذا حذفنا الجزء الخاص بالاوربيتال اللي هو هذا، اذا كنسلنا واحد كنسل الثاني، اوكي، اذا ايش حيبقى لنا؟ هذا بدلاله الار، اوكي، و 2m على h بار سكوير مضروب في r. اذا بقى عندنا فقط جزء الراديال في معادله رقم 19، وطلعنا من عنده الكاينتيك انرجي اوف اوربيتال الخاص بالاوربيتال يساوي لنا بالقيمه الموضحه عندنا في معادله رقم 20. ماشي زين. The orbital of kinetic energy، احنا عندنا سابقا الكاينتيك انرجي هي نصف ام في سكوير اوف اوربيتال، صح لو لا؟ اذا بدلاله الانجولار مومنتوم الكاينتيك انرجي اوف اوربيتال تساوي لنا نصف ام في سكوير اوف اوربيتال، صح؟ زين. ال L نعرف سابقا هو ام، ال L هو ام في ار. ال L شو يساوي لنا؟ ضاو على هاي المعادله، ال L تساوي ام في ار، حتى نعوض بالكاينتيك انرجي اوف اوربيتال، وهي تساوي لنا بدورها تساوي لنا بهذه الصيغه. اوكي. اذا ربعنا مثلا هاي المعادله، ال L سكوير، إذا سويناها سكوير شو تساوي لنا؟ ام سكوير في سكوير في ار سكوير، صح؟ اوكي. إذا ال ال سكوير تساوي لنا، إذا ال في سكوير من هاي المعادلة، ال في سكوير شو تساوي لنا؟ ال سكوير على ام سكوير ار سكوير، صح؟ منا إذا طلعنا قيمة ال في سكوير من هذا التربيع، ال في سكوير شو حتساوي لنا؟ حتساوي لنا ال سكوير على شنو؟ ام سكوير ار سكوير من هاي المعادله، فقط ربعنا شنو؟ عندنا ام سكوير ار سكوير مثل ما تشوفون. زين، هذا قيمه الفي سكوير، اذا عوضناها بهذه المعادله نرجع نعوض الفي سكوير هذه اللي حصلنا عليها بالمعادله هذه، شو حنتخيل؟ حيصير عندنا نصف، اتمنى لو ورقه وقلم او تقدرون من تعيدون الفيديو تريدون تراجعون المحاضره حد يعني جيبوا لكم ورقه وقلم وسجلون، لان هاي اثناء المحاضره انا امسحها. نصف ام الفي سكوير شو تساوي لنا؟ ال سكوير على ام سكوير ار سكوير، صح؟ الام وحده من هذه راحت، فاذا ايش راح يساوي لنا؟ ال سكوير على 2 ام ار سكوير. ماشي؟ هذه المعادله نرجع نعيد الحكي. احنا حصلنا على الكاينتيك انرجي اوف اوربيتال، هذه نبقيها بعدين حنرجع لها، حنرجع ونحتاجها. اوكي، عندنا كاينتيك انرجي سابقا هي نصف ام في سكوير. اوكي، ال ال سكوير احنا ماخذين شيء ال ال العفو ال ال شو يساوي لنا؟ ام في ار، هاي منتهين من عنده، فقط الربع ال ال نسوي المعادله مالته كلها تربيع حتى نعوض عن ال في بالكاينتيك انرجي. عوضنا عن ال في حصلنا على انه الكاينتيك انرجي اوف اوربيتال، هذه هي الكاينتيك، هاي المعادله الاخيره هي الكاينتيك انرجي اوف اوربيتال ال سكوير على 2 ام ار سكوير. الكاينتيك انرجي اوف اوربيتال مو لها قيمه لوخ اللي هي هذه، اذا اتش بار سكوير ال سمول نفتح قوس ال سمول ال زائد 1 2 ام ار سكوير هي تساوي ال سكوير على 2 ام ار سكوير، صح؟ اللي هي هذه، هذه الكاينتيك انرجي وهذه الكاينتيك انرجي. اذا حذفنا ال 2 ام ار سكوير مع ال 2 ام ار سكوير
راح نحصل، راح نحصل على L سكوير. شو تساوي إن H بار سكوير L زائد واحد، وبالتالي ال L شو راح يساوي إن L تساوي L تحت الجذر L زائد واحد مضروب في H بار، ال H بار هذه خارج الجذر. ماشي، هذا شلون حصلنا على ال angular momentum. اوكي، وحتى نفرق بين الاوربيتال، هذا هو الانجولر مومنتوم ال L capital، وعملية اشتقاقه منين حصلنا عليه؟ من الكاينتيك انرجي اوف اوربيتال. ال L هذا اوربيتال انجولر مومنتوم، العدد اوربيتال كوانتم نمبر، سوري اوربيتال كوانتم نمبر، حتى نكون العلاقه بين ال L capital وال L small. ال L capital هو الالكترون انجولر مومنتوم، وهذا عندنا شنو؟ هذا عندنا عدد الكم المداري، اوكي، اللي هو اوربيتال كوانتم نمبر. اوربيتال كوانتم نمبر، اذا العلاقه مالتهم او بيناتهم تكون بهذا الشكل. ماشي، وقيم ال L مثل ما قلنا هي تكون هذه قيمها 0 1 2 to n minus 1. هذه حتى نعرف انه شلون حصلنا على الالكترون انجولار مومنتوم من معادله شرودنجر. ايضا من معادله شرودنجر قدرنا نحصل عليها. ماشي، الالكترون هذا هسه حنتوضح شنو معناتها معناتها الالكترون انجولار مومنتوم. يعني معناها انه الالكترون كان هاف اونلي ذا انجولار مومنتوم اللي هو ال L، اللي هو يعتبر حالة وموضح بمعادلة شنو رقم 21، like total energy اللي هو مقداره شنو ال E، والangular momentum of is both conserved and quantized. هذه المصطلح انه الangular momentum يكون شنو conserved، محفوظ ومكمم، والإثبات على ذلك انه هو يمتلك قيمة واحدة في لحظة معينة، قيمة واحدة في لحظة معينة، فلذلك هو نقول عليه شنو هو quantized، ويكون conserved يعني ممكن إنه هذا الإلكترون يحافظ على هذه القيمة في لحظة معينة إذا ما أثر عليه بمؤثرات خارجية. وهاي إحنا قلنا من البداية إنه الذرة من دا نشرح عليها هي معزولة حتى نفتهم شنو الإجراءات اللي ممكن إن إحنا نسويها. وبالتالي إيش راح يكون هذه الH بار، قيمة الH بار هذه دين نعطيك إياها تساوي لنا اللي هي H على 2 باي، وهذا عندنا قيمتها بوحدة الجول في سكند، ونلاحظ إنه الماينس هاي الشغلة. زين، السؤال اللي ممكن يتبادر للذهن إنه هل هذه الأنجولار مومنتوم يكون conserved و quantized في كل الجسيمات سواء كانت كبيرة أو صغيرة؟ الجواب مالتها ايش حيكون؟ إنه في الميكروسكوب، زين، موشن يعني بالحركة، حركة الأجسام عندنا الميكروسكوبية، ممكن إنه هذه الحالة تطبق، حيكون عندنا الكوانتم نمبر، راح الكوانتم نمبر describing angular momentum راح يكون is so large, okay, in the separation into discrete angular momentum state. يعني شنو معناها؟ معناها إنه الأجسام عندنا الأجسام الكبيرة هل ممكن إنه نتعامل معها مثل الأجسام الصغيرة من ناحية الأنجولار مومنتوم؟ حيكون عندنا ما نقدر نجاوب جواب نظري إذا ما طبقناه عملي. فعلى سبيل المثال، مثلاً إذا أخذنا مثلاً بودي صغير مثلاً اللي هو الإلكترون، أوكي، أو أي مادة أخرى ونطبق عليها شنو، نحسب لها الأوربيتال كوانتم نمبر. زين، إذا كان مثلاً عندنا الـL مالتها تساوينا 2، فالأنجولار مومنتم للإلكترون ممكن إنه نطبقه بالمعادلة مالته 2، هذا الـL L small 2، فطلعت عندنا جذر 6 في H bar، قيمة ال H bar اللي هي هذه ضربناها في
جذر 6 طلعت لنا القيمه الانجولار مومنتوم اوف الكترون يساوي لنا بهذه القيمه. اوكي، في 10 اس ماينس 34 2.6 في 10 اس ماينس 34 جول في سكند. هذا منو؟ هذا الالكترون اللي هو فيري سمول بودي. زين، اذا طبقنا هذا الحال على الايرث اللي هو يكون الاوربيتال كوانتم نمبر مالتها جدا عالي، الال سمول مالتها جدا عالي، وطبقنا وحتى نحصل على شنو الانجولار مومنتم، ايش راح يطلع لنا؟ 2.7، لكن في 10 اس جيد في 10 اس موجب 40. ليش؟ لانه الال مال مدار الالكترون هو اصغر بكثير، يعني لا يمكن المقارنه بينه وبين الال مال مدار الكره الارضيه حول المجموعه الشمسيه ماله او حول الشمس مثلا، لانه هو مدار الارض يحدد بدوران الارض حول الشمس. اوكي، فاذا ده تلاحظون الفرق بالقيمه يعني هائله جدا، 2.7 في 10 اس موجب 40 جول في سكند، بينما للالكترون 2.6 في 10 اس ماينس 34. لذلك الكوانتايزيشن والكونزرفيشن ميثود ممكن انه نطبقها على الاجسام الصغيره اللي احنا ممكن ان نحيط بمداراتها او حركتها، لكن الاجسام الكبيره مثل المجموعه الشمسيه لا، راح تبقى على الفرضيه الكلاسيكيه اللي هي اقرب لواقع الحركه ولواقع طبيعه المدارات الموجوده في الارض او الاجسام الكبيره او الاجرام السماويه والى اخره. هاي بالنسبه للكوانتايزيشن. اذا الكوانتايزيشن اوف انجولار مومنتم ينطبق على الاجسام الصغيره وهو يكون conserved and quantized اللي هو الانجولار مومنتم. هسه نيجي اذا نريد نطبق عمليه الكوانتايزيشن على الانجولار مومنتم دايركشن، على اتجاه الانجولار مومنتم. قلنا انه الانجولار مومنتم بصوره عامه من الكميات المتجهه. اوكي، اذا هي عباره عن كميه متجهه لها اتجاه، وقيمتها تحدد الاتجاه يحدد او يتحكم بمقدار القيمه مالتها. اذا الانجولار مومنتم لايك لينير مومنتم، اذا هو يشبه العزم الخطي، اذا هو از ا فيكتور quantity، اذا هي قيمه متجهه، and to describe it ولوصفها completely means its direction. اوكي، اذا عمليه وصفها تكتمل بتحديد شنو؟ تحديد الدايركشن مالتها. اوكي، و as well as its magnitude، اذا باتجاهها وقيمتها، الماجنتيود هي معناها القيمه، اذا هي محدده بدايركشن يعني محدده باتجاه وبقيمه. اذا معناها هي شنو؟ معناتها هي فيكتور، يعني من نريد نحكي عليها كمتجه ممكن انه نكتبها او نحدد رمز الفيكتور عليها. ليش هذه؟ حتى توضح لنا انه هي كميه متجهه. اوكي، ويكون اتجاهها شنو؟ هو perpendicular to the plane in which the rotational موشن، يعني يكون عمودية على سطح الدوران مالتها. أوكي، وممكن أن نحدد عملية اتجاهها برايت هاند رول، بقاعدة العفو، بقاعدة الكف اليمنى نحدد اتجاه الال. هذا شلون حنحدده؟ موضح عندنا بالرسم اللي أسفل أو بالشكل ثلاثة، حيث أن direction of l هو عبارة عن أو اتجاهه يكون، يعني هذا باو عليه هذا ال ال اللي عندنا، هذا إذا كان اتجاهه هيجي. إذا من يكون ال بهذا الاتجاه، إذا معناتها حركة الإلكترون أو دوران الإلكترون هو ممثل بهذه الحلقة، إذا عمودي على اتجاه سطح اللي يدور به الالكترون. اوكي، ويحدد بقاعده الرايت هاند رول، ماشي، يحدد بقاعده الكف
يمنى، حيث قاعدة الكف اليمنى نمثل إن الإل الإبهام، هذه هي قاعدة الكف اليمنى، بس خل أحكي لكم إياها. عندما يكون الفينجرز of the right hand point in the direction of motion، يعني اتجاه الأصابع يمثل لنا شنو اتجاه أو نقطة اتجاه حركة الإلكترون. زين، فإذا الثم اللي هو الإبهام ايش راح يكون عندنا؟ هو اتجاه الإل، يعني إذا الإلكترون يفتر بهذه الحلقة راح يكون عندنا الإل هو يمثل لنا الإبهام، اللي هي الخط الطولي اللي هو عمودي على اتجاه حركة الإلكترونات. زين، هسه نيجي سؤال. السؤال يقول لنا what possible significance can a direction in space have for hydrogen atom؟ يعني السؤال ما هي الأهمية المحتملة التي يمكن أن يكون لاتجاه الإلكترون في الفضاء لذرة الهيدروجين؟ يعني إذا حددنا شنو هي ممكن أنه نستفاد من تحديد اتجاه حركة ذرة حركة الإلكترون بذرة الهيدروجين بالفضاء، راح يكون الجواب جدا واضح. The answer becomes clear، حيكون الجواب واضح when we reflect that، عندما نعكس هذا الإلكترون الذي يدور حول النواة، أوكي، بأنه عبارة عن current loop، يعني عبارة عن حلقة من تيارات، and has magnetic field like that of a magnetic dipole. يعني الإلكترون، إذا نتخيل أنه الإلكترون من يدور، هنا الإلكترون يدور حول النواة، هاي هي ذرة، أوكي، هاي عندنا نواة. زين، يفتر الإلكترون، هذا الإلكترون يدور حول النواة بمسار دائري. إيش راح يصير؟ الإلكترون اللي جذبه واللي يخليه يدور وما يقفز ولا يقترب من النواة، شنو؟ أكو جذب، صح؟ هذا الجذب يولد لنا ماغنتيك، يولد لنا شنو؟ مجال مغناطيسي. هذا هو اللي إحنا نقول عليه شنو؟ ماغنتيك دايبول، اللي هو عزم مغناطيسي. هذا العزم للإلكترون إيش راح يصير؟ راح يتفاعل interact، راح يتفاعل with an external magnetic field اللي هو B، حيتفاعل مع مجال خارجي، حيتفاعل مع مجال خارجي. ممكن إنه بس طلاب أنا هسه دا أشرح، وممكن تكتبوا لي بالشات حتى أشوف إنه أنتوا دا تسمعون، يعني أوكي أكمل، بس ولو واحد من عندكم يكتب لي حتى أفتهم إنه أنا اللي دا أشرحه هو دا يتسجل، العفو، ودا يوصل إلكم. أوكي، جيد، ماشي، يقين، أوكي. فإذا الإلكترون قلنا يدور، وأثناء دورانه اللي يخليه يدور هو أكو مجال مغناطيسي اللي هو قوة جذب. فهذا الإلكترون أثناء دورانه حيتولد لنا عزم، هذا العزم حيتفاعل مع شنو؟ مع مجال مغناطيسي خارجي، أوكي. اللي يتحكم بهذه المسألة شنو؟ عندنا شنو؟ عندنا magnetic quantum number اللي هو عدد كم مغناطيسي، هذا هو المتحكم الرئيسي بهاي العملية، أوكي. فيحدد لنا شنو حيكون عندنا، يحدد اتجاه الـ L من خلال أنه نحسب مركبة قيمة الـ L اللي هو شنو؟ الـ Angular Momentum لاتجاه المجال، أوكي. هذه شو تسمى؟ تسمى ظاهرة الـ Space Quantization. أعيد، الإلكترون يدور حول النواة، أوكي، اللي يجعله واللي يثبته بدورانه دون أن يقفز خارجي، دون أن يقفز خارج أو يقع داخل النواة، هو شنو؟ هو عملية جذب. طبعا هي إضافة إلى طاقة وإلى آخره، يعني عنده طاقة محددة بهذا المدار، لكن إحنا نحكي هسه من الناحية المغناطيسية مثلا وعملية تجاذب. إذا أكو شنو؟ magnetic field بهذا الموضوع.
زين، هذا المغناطيك الخاص بالمدار. اوكي زين، اكو ماغنتيك فيلد خارجي. احنا قلنا من تلتقي عندنا نقطتين، هذه نقطه وهذه نقطه، اذا هذه بها ماغنتيك وهذه بها ماغنتيك، ايش راح يصير عندنا؟ راح يصير عندنا دايبول، راح يصير عندنا ثنائي. ليش؟ لان هذا قطب وهذا قطب، راح يصير عندنا دايبول. اللي يحدد ان هذه العمليه هو قيمه الام ال، اللي هو عدد الكم المغناطيسي. هذا شيء يمثل لنا، يمثل لنا الدايركشن اوف ال، مثل ما ذكرنا انه قيمة الـ L هذه، قيمة الـ L، الـ ML مثلنا اتجاه. فإذا بالجزء الموجب، أوكي إذا قسمنا الذرة، فبالجزء الموجب من هذا إيش راح يكون عندنا؟ هذا إذا كان هذا واحد، فإذا هذا شنو؟ ماينس واحد. وأيضا بالاتجاه الآخر، لكن بما أنه هو مقابل ومناظر، فنحن نحسب جزء واحد اللي هو نفسه هذا الجزء. أوكي، فإذا إذا كان هذا موجب واحد سالب واحد، فهذه هي العلاقة بين الـ L والـ ML، والعلاقة اللي تربطهم تسمى Space Quantization، اللي هو شنو؟ تكمم الفضاء. شلون نحسبه رياضياً هذا؟ شلون نحسبه رياضياً بالنسبة للـ L؟ إحنا نعرف الـ L ذات هو الـ ML في أشبار، هذا مصطلح الـ LZ، اللي هو شنو؟ اللي هو الماجنتيك فيلد دايركشن. من يقول عندنا الـ LZ يعني معناته حيكون الدايركشن باتجاه الـ Z، هو ML في H بار، وهذا اللي هو السبيس كوانتايزيشن. هذا يمثل لنا علاقة السبيس كوانتايزيشن، والعلاقة ما بين الـ L، الـ L كابيتال طبعاً، والـ ML، تربطهم العلاقة اللي هي ML في H بار. وعرفنا أنه الـ ML هي هذه قيمها 0 plus minus 1 وإلى آخره. لذلك إيش راح ممكن؟ من الممكن أنه the possible value of ML اللي هي هذه 0 plus minus 1 إلى plus minus L، أوكي تأخذ الرينج اللي إحنا قلنا هذه، إيش راح يكون عندنا؟ عدد L الـ possible orientations، يعني عدد الدورانات أو الدوران أو الدورات المحتملة للـ angular momentum هي 2L زائد 1. هذا المظلل بالأصفر مهم. إذن number of possible orientations of the angular momentum vector لمتجه الزخم الزاوي هو 2L زائد 1. هذا شلون حنعرفه؟ مثلا اذا كانت الـ L مثلا تساوي صفر، ايش راح يصير عندنا؟ للعدد واحد. الـ ML من يكون واحد ايش راح يصير عندنا؟ بلس 1 ماينس 1. هاي من تكون الـ L ايش تساوي لنا؟ صفر. اذا الـ L ذات شنو؟ كان هاف اونلي ذا سنجل فاليو اوف زيرو. ليش؟ لان هذا حيصير صفر، فاذا حيبقى لنا شنو؟ فقط الواحد. زين، عندما تكون الـ L تساوي واحد، الـ L زد ايش حتساوي لنا؟ 2 في 1، 2 زائد 1 3، إذا حيكون عنده ثلاث قيم. حيكون عنده ثلاث قيم اللي هو صفر. هاي شوين نعرفها؟ هاي نطبقها هنا عندنا، نطبقها بالمعادلة هذه. أوكي؟ هسا أعيد لكم. عندما تكون الـ L تساوي صفر، الـ L زد تمتلك 1 شنو فاليو؟ اللي هي هذه، منا نطلع الـ 1 فاليو. وهنا عندنا شنو؟ هنا عندنا حنحدد ايش كم orientation عندنا، اللي هي ML في H بار. ال ML ايش قد حتساوي لنا؟ هي صفر، لكن احنا من نريد نطبقها هناك كأنها قيمة واحدة فقط مضروبة في H بار. اوكي؟ اللي هي حتكون احنا ال LZ حتكون عندنا صفر، لكن هي معناها لها قيمة واحدة اللي هي صفر. يعني من نقول ال LZ تمتلك قيمة واحدة، مو معناتها رقم واحد، وإنما هي تمتلك فقط الصفر. اوكي، نرجع ل L تساوي واحد، ايش قد العدد؟ يعني من هذا اللي بالاصفر حنطلع ايش قد العدد اللي عندنا؟ ايش قد العدد؟ احنا عندنا 2 في 1 زائد 1 يساوي 3. اذا اول قيمه هي الصفر، معناتها وموجب h بار وماينس h بار، يعني معناتها صفر اللي هي قيمه اول قيمه لل L ML، وناخذ بلس ماينس واحد اللي هي هذه.
فمرة نضرب الاتش بار اللي هو هذه الام ال، مرة نضربها في ماينس في بلس 1 طلعت لنا اتش بار، ومرة ضربناها في ماينس 1 اللي هي طلعت لنا ماينس اتش بار. اوكي، فاذا العدد نطلعه من اللي عندنا هذا مظلل باللون الاصفر، والال زد حنستخرجها بقيمة شنو؟ يعني قيمة الال زد الموجودة عند الموضح هذا عندنا بالاحمر. زين، في حالة الال equal 2، اذا الال زد ايش قد هذه؟ شلون نعرف ايش قد العدد حنضربها في الـ يعني الال زد؟ شلون نعرف انه عدد القيم اللي حنطلعها؟ من خلال المعادلة 2L زائد 1. إذن 2 في 2 زائد 1 تساوي 5. إذن حنضرب حنطلع 5 قيم للL Z، تبدي بصفر بلس ماينس 1 صارن 3، بلس ماينس 2 صارن 5 قيم وإلى آخره. أوكي، هذه أكيد يعني صارت واضحة بالنسبة لكم قيم الL Z. إذن عدد القيم حنطلعها حنعرفها من ال 2L زائد 1. ما هي القيم؟ ايش قد القيم؟ 0 بلس ما بلس اتش بار 2 اتش بار 3 اتش بار، حنطلعها من معادلة ال L Z. وهاي تقدرون تسوون عليها تريننج ويعني تدربون عليها ويعني بكل سهولة. واللي هنا ان شاء الله خلصنا محاضرتنا وخلصنا معادلة شرودنجر واشتقاقها وأصل الكوانتم نمبرز اللي إحنا اشتقيناه من معادلة شرودنجر، وبالتالي محاضرة رقم 1 و2 هي معادلة شرودنجر لذرة الهيدروجين. وطبعاً بعد اختصارات كثيرة حتى لأنه تعرفون عن بعد يعني شوية المسألة تكون يعني ممكن أنها تكون صعبة بالنسبة لكم، فاختصرناها بمحاضرتين. إن شاء الله المحاضرة القادمة حتكون تطبيق أو أبليكيشن لمادة الذرية من الناحية الكمية، يعني المودرن أتوميك فيزيكس حناخذها إن شاء الله بالمحاضرة القادمة. إذا عندكم سؤال ممكن أنه بالشات تكتبون حتى أعرف أنه إذا عندكم سؤال أو لا. أوكي طلاب، إذا أكو سؤال ما أعرف إنه تسمعوني أو لا. نعم، أوكي، إيه ده تسمعوني هسه. إذا عندكم سؤال ماشي. لا بالعكس بالعكس، يقين مو صعبة انه من نريد نطلع ال جدا سهلة من ناحية الاشتقاق، يعني تشوفوها انه هي سهلة، بس تراجعوها وراجعوا الفيديو حشوفون، بس خليكم ورقة وقلم حتى من تشرحون يعني انتم بينكم بين نفسكم حشوفوها جدا سهلة. اوكي، وبالنسبة لمريم يا ريت يعني لا تقرون، واتمنى انه اذا عندكم سؤال او استفسار او فتشي ما واضح بالمحاضره يعني تراسلوني على الكلاس روم ونتناقش بيه ان شاء الله. اوكي، ماشي، هسه اذا تحبون ننهي المحاضره. شكرا جزيلا طلاب، إن شاء الله نلتقيكم بالمحاضرة القادمة في الأحد القادم إن شاء الله. إلى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.